السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لليوم سيكون بعنوان وحدات القياس المألوفة والأعداد العشورية من كتاب التلميذ سنة الأولى متوسط رياضيات صفحة 18. التمرين 28. الشكل الموالي، هذا الشكل يوضح العلاقات الموجودة بين الوحدة. الوحدة هنا، الوحدة الأساسية هي المتر، الغرام واللتر وأجزاؤها ومضاعفاتها. لكل من المتر والغرام واللتر أجزاء ومضاعفات. أجزاء ومضاعفات. مثلا هنا نعتبرها وحدة القياس. وحدة القياس يمكن أن تكون المتر، الغرام أو اللتر. أما أجزاء الوحدة فقط نضيف مثلا هنا المتر، نكتب كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر. أما بالنسبة للأجزاء، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، هكذا. وهنا أعطانا طريقة التحويل. نبدأ في التمرين. تمرين قال لي باستعمال الكتابات العشورية عبر بالكيلوغرام عن القياسات التالية. يعني سنحول هذه القياسات إلى الكيلوغرام، سنحولها إلى الكيلوغرام، وهذا باستعمال الجدول. جدول ماذا؟ جدول الغرام. قلنا للغرام مضاعفات هي الكيلوغرام، الهكتوغرام والديكاغرام، ولديه أيضا أجزاء ديسيغرام، سنتيغرام والميليغرام. الآن نحول. أولا لدينا 1200 غرام، لدينا 1200 غرام، نكتبها ألف ومئتي غرام، أحولها إلى الكيلو غرام. كيف؟ أذهب مباشرة إلى خانة الكيلو غرام وأضع الفاصلة، وأضع الفاصلة تصبح 1.200 غرام. هنا هذه الأصفار غير لازمة، إذن أنزعها تصبح واحد فاصل 2 كيلوغرام. أما بالنسبة للقياس التالي هو 3 كيلوغرام، نكتبه 3 كيلوغرام و80 غرام. نذهب إلى خانة الغرام، 80 غرام. الآن هذا الفراغ ماذا نفعل به؟ نضع فيه صفر عندما يعطيني فراغ في نصف العدد. هنا أو هنا سأضع الصفر أو سأملأ تلك الفراغات بالأصفار. لدينا 3080، أحولها إلى الكيلوغرام. عندما أحولها إلى الكيلوغرام أذهب مباشرة إلى خانة الكيلوغرام وأضع الفاصلة، تصبح 3.08، لأن هذا الصفر غير لازم. الصفر عندما يكون في نهاية العدد العشري فهو غير لازم. 3.08 كيلو غرام. 3.08 كيلو غرام. الآن 870 غرام، نكتب 870 غرام. عندما نكتبها نحولها إلى الكيلوغرام. ها هي خانة الكيلوغرام. خانة الكيلوغرام فارغة، وهذا الصفر لازم، يعني أضعه. وهنا أذهب إلى خانة الكيلوغرام وأضع الفاصلة، 0. أكتب إجابة 0.87 كيلوغرام. قلنا هذا الصفر غير لازم لذا نزعناه. الآن 34 هكتوغرام. 34 هكتوغرام
أحولها إلى الغرام، أذهب مباشرة إلى خانة الكيلوغرام وأحولها إلى الكيلوغرام، فأذهب مباشرة إلى خانة الكيلوغرام وأضع الفاصلة، أقول 3.3 فاصل 4 كيلو غرام. الآن مع القياس التالي والأخير وهو 5 كيلوغرام و300 غرام. 5 كيلوغرام أكتبها في خانة الكيلوغرام و300 غرام. أذهب إلى خانة الغرام وأكتب العدد، تصبح 5300 غرام، وأحولها إلى الكيلوغرام، فأذهب مباشرة إلى خانة الكيلوغرام، ها هي، وأضعها الفاصلة، تصبح 5.3، لأن هذه الأصفار غير لازمة. 5.3 كيلوغرام. الآن أكملنا التمرين الأول، الآن مع الجزء الثاني. الجزء الثاني قال لي حول إلى المتر، حول إلى المتر. الآن نذهب سابقا، عندما قال لي حول إلى الكيلوغرام استعملت جدول الكيلوغرام أو استعملت جدول الغرام وهي وحدة القياس الأساسية. هنا قال لي حول إلى المتر، إذن استعمل جدول المتر. للمتر مضاعفات وهي الكيلومتر، الهكتومتر والديكامتر، وله أيضا أجزاء وهي الديسيمتر، السنتيمتر والميليمتر. الآن أبدأ. 4.78 كيلومتر أكتبها في الجدول. 4.78 كيلومتر. عندما أحولها إلى المتر أنزع الفاصلة، أول شيء أنزع الفاصلة وأضيف الصفر حتى أصل لخانة المتر، تصبح 4780. أكتب 4.78 كيلومتر يساوي 4780 متر. الآن 200 سنتيمتر، 200 سنتيمتر أكتبها في الجدول. كم فيها من متر؟ أذهب إلى خانة المتر وأضع الفاصلة 2.00، هذين الصفرين أنزعهما فهما غير لازمان، قلنا في الأصفار في نهاية العدد العشري غير لازمان، وعندما أنزع الأصفار تذهب الفاصلة تصبح 2 ويساوي 2 متر أو متران. الآن 5 ديسيمتر، أكتب 5 ديسيمتر. 5 ديسيمتر كم فيها من متر؟ أذهب لخانة المتر أضع الصفر ثم أضع الفاصلة. هنا ماذا فعلنا؟ 5 عندما حولنا من الديسيمتر إلى المتر قسمنا على 10، من الديسيمتر إلى المتر قسمنا على 10، 5 عندما نقسمها على 10 تصبح 0.5. نفس الشيء هنا، 200 هنا حولنا من سنتيمتر للمتر، أي قسمنا على 100، صفرين، إذا صفرين ننزعهما، عندما نقسم 200 على 100 تصبح 2. هكذا هذه الطريقة في الكتاب، نستطيع أيضا استعمال الجدول. 2.00 أو 2. الآن 5 ديسيمتر يساوي 0.5 متر. الآن 234 مليمتر، 234 مليمتر أحولها إلى المتر. عندما أحولها إلى المتر أذهب إلى خانة المتر، خانة المتر ليس فيها شيء، إذن أضع الصفر وأضع الفاصلة، تصبح
تصبح 0.234. كم متر؟ 0.234 متر. الآن ننتقل إلى التحويل، تحويل إلى اللتر. إذا ننتقل إلى جدول اللتر. لتر أيضا له مضاعفات وله أجزاء. مضاعفات اللتر هي الهكتوليتر والديكاليتر، هي الهكتوليتر والديكاليتر. أما أجزاؤه هي الديسيلتر، السنتيلتر، والميليلتر. نلاحظ هنا أن ليس هناك كيلو لتر، لا نستطيع أن نقول كيلو لتر. نبدأ. لدينا القياس الأول 4.5 هكتوليتر، 4.5 هكتوليتر، وأحولها إلى اللتر. قال لي هنا حول إلى اللتر، أحولها إلى اللتر. أولا أنزع الفاصلة، ثم أذهب إلى خانة اللتر وأضع صفر. أقول 450 لتر، أو عند القسمة هنا حولت من الهكتوليتر إلى اللتر، هنا أقوم بالضرب. لماذا؟ لأني حولت من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة، إذن أقوم بالضرب، أضرب 4.5 في 100، أزيح الفاصلة، مرتبة 2، تصبح 450 لتر. تصبح 450 لتر. الآن 46 ديسيلتر. 46 ديسيلتر، أحولها إلى اللتر. ماذا تصبح؟ أذهب إلى خانة اللتر وأضع الفاصلة، تصبح 4.6 لتر. الآن 53 سنتيلتر. 53 سنتيلتر. أحولها إلى اللتر. ها هي خانة اللتر، أذهب إلى خانة اللتر، أضع الصفر، وأيضا ماذا أضع؟ أضع الفاصلة، تصبح 0.53. 0.53 ماذا؟ لتر. 0.53 لتر. والآن وفقكم الله ومع السلامة.